في الاهلي الليله ولسه مستمرين معاكم، مشرفني ونورني النجم الجميل، النجم المحترم والخلوق، النجم احمد صديق، نجم الاهلي ونجم منتخب مصر. احمد، اهلا بك يا احمد. اهلا بك يا ميدو، وكل سنه طيب، وكل سنه وكل المشاهدين طيبين. يعني يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان احمد صديق شخصيه جميله جدا، شخصيه هاديه جدا، شخصيه مقله في الظهور الاعلامي، هساله دلوقتي ليه، لكن هو شقي جدا في قلب يعني غرفه الملابس. كان بقى عايز حسام عاشور معانا، وعايز معتز اينو معانا، ومين كمان؟ وشديد بقى، وسمير، احمد شديد، وسمير الاسد. سمير الاسد يعني هو بقاله قبل ما نطلع عمال يقول لي انا، طب انا شكلي، طب مظبوط. منور الدنيا وتزال قمر وشيك جدا، وكل الجماهير اكيد هي وحشاك اكيد، وانت وحشهم طبعا يا احمد. انت فين؟ يعني موجود الحمد لله. يعني موجود الحمد لله طبعا. الكره لي الاول. طبعا بشكرك الاول على الاستضافه النهارده، وبشكر ده بيتك النادي طبعا، ومنور الدنيا كلها طبعا الحمد لله يعني، وبشكر كل المسؤولين على القناه يعني. الحمد لله موجوده. يمكن اخر حاجه كانت ليا حرس الحدود السنه اللي فاتت، الحمد لله ربنا كلم مجهودنا السنه اللي فاتت بالصعود الحمد لله. ودي كانت اخر حاجه بالنسبه لي في الملاعب يعني الحمد لله. يمكن برده من خلال قناه النادي انا بعد ان انا، يمكن دي كانت اخر سنه ليا السنه اللي فاتت، وان شاء الله اخد مجال تاني باذن الله في مجال التدريب ان شاء الله باذن الله. انت ليك خدت قرار ان انا اعتزل كوره وانا عندي 34 سنه؟ والله بص، يمكن الحمد لله الواحد، وانت لعيب محافظ على نفسك، محافظ على جسمك، رشيد جدا ما شاء الله كنت، وعندك عندك الحاجات اللي خليك تلعب، عندك السرعه وعندك القوه وعندك المهاره. والله يمكن عشان الحمد لله الواحد لعب في اماكن كلها، اسامي كبيره طبعا، النادي الاهلي والاسماعيلي وحرس حدود واتحاد وداخليه، فطبعا كان بيبقى صعب عليا جدا الواحد يبقى ان الواحد موجود في اي مكان تاني. يمكن السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا حتى لما وافقت ان انا العب درجه هنا مع حرس الحدود، لان طبعا حرس الحدود نادي كبير جدا واسمه كبير، حتى السنتين كنا بنتعامل احنا في دوري ممتاز، ما كانش فيه فرق بيننا وبين الفرق وبين الدوري الممتاز خالص. يمكن عشان كده ربنا كرم بالصعود، لانهم كانوا مجهز لنا كل الامكانيات للصعود، فيمكن دي كانت فرقت معايا كتير جدا، ودي كانت من ضمن الاسباب اللي خلتني اوافق ان انا العب درجه ثانيه، لان طبعا ده تحدي بالنسبه لي. يمكن انا لعبت في الاهلي طبعا، واخد على كل البطولات، كل بطوله بتدخلها بيبقى مطالب منك انك تحصد البطوله دي. بالظبط، ده كان تحدي بالنسبه لي، ان انا حرس الحدود نفس الشيء، بتلعب ان انت مركز اول يا اما اي حاجه ثانيه مالهاش لازمه. بالظبط، فيمكن ده برضو انا خدتها تحدي بالنسبه لي، ان ده تحدي جديد بالنسبه لي، ان انا اكلم مجهود تعبي برضو ان انا اكون متواجد في الدوري الممتاز مع حرس الحدود يعني. تمام. طيب تعالى بقى نشوف فريق اعدادنا والمخرجنا الجميل برجاوي محضرين لك كده تقديمه ليك، تعالى نشوفها ونرجع لحضراتكم على طول. صديق يا ولد 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 يا ولد. أحمد صديق جناح لأهل طائر، واحد من أفراد الجيل الذهبي الذين التهموا الأخضر واليابس في بداية الألفية الثالثة، والتي توجوها بالحصول على المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية في اليابان. عندما تابعته عيون الخبراء فضمه شوق غريب للمنتخب الأولمبي، رغم أنه كان يلعب في فريق الفيوم بالدرجة الثانية. على الفور ضمه الأهلي لصفوفه، إلا أن تخمة النجوم بالفريق وقتها حالت دون إشراكه، فرحل إلى أسمنت أسيوط قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى. كانت البطولة الإفريقية مفتاح دخوله لقلوب الأهلاوية، وبالتحديد في لقاء شبيبة القبائل بالقاهرة في دوري الأبطال عام 2006، عندما قاد الفريق لفوز ثمين بهدفين نظيفين سجل أحدهما وصنع الآخر لأسامة حسني. يلا صديق، أحمد صديق، يا ولد 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 يا ولد، ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع من كده. ليكمل الفريق مشواره حتى رفع الكأس في رادس أمام الصفاقس بهدف أبو التريكة الشهير. في اليابان حقق نجوم الفريق الميدالية البرونزية والمركز الثالث. استمر صديق مع الفريق يحصد البطولات الواحدة تلو الأخرى، فنال 17 بطولة مع الأهلي بواقع 4 بطولات للدوري العام، ومثلهم لدوري أبطال إفريقيا، ومثلهم للسوبر المحلي، ومثلهم للسوبر الإفريقي،
بالإضافة إلى بطولة واحدة لكأس مصر. أما عن الإنجازات الفردية فحقق لقب أفضل لاعب في الصعيد تحت 16 سنة وأحسن لاعب في بطولة كأس الرئيس وأيضا هداف كأس العالم العسكرية بالبرازيل. عقب رحيله عن الأهلي انضم لعدة أندية منها الإسماعيلي وحقق معه لقب وصيف الدوري، الاتحاد السكندري، الداخلية، حرس الحدود الذي حقق معه إنجاز الصعود لدور الأضواء منذ موسمين قبل أن ينهي مسيرته في المستطيل الأخضر كلاعب ليتفرغ لإدارة أعماله الخاصة. الجناح الطائر أحمد صديق. صديق يا ولد 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 يا ولد. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني أحمد صديق عنده ألقاب كثيرة جدا وعنده بطولات كثيرة جدا، لكن اللعيب مش هتحس بيه خالص. هو يروح النادي الأهلي هيحس بيه اللي هو مهتم قوي إنه يعرف الجنود المجهولة في أي نادي يلعب فيه. أحمد صديق راح الإسماعيلي ومشي من الإسماعيلي، راح الأهلي ومشي ورجع تاني وراح ورجع تاني وحقق كل حاجة مع النادي الأهلي، لكن لعيب عمره ما أثار مشكلة ولا عمرك تسمع له صوت. الحمد لله. الحمد لله. كدي ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. طب تعالى أعرض لك صورة كده وأنت هتكلمني عنها. يعني انا اعرض لك صوره نفكر الساده المشاهدين احمد صديق طلع امتى وطلع ازاي ومين اللي شافه. واحمد صديق اتكلم عن الصوره اللي هتشوفوها قدام حضراتكم دلوقتي. يلا برجعوا. فاكر الصوره دي؟ اكيد طبعا. الصوره انت اول مره تشوفها؟ اول مره اشوفها. طب فاكرها كانت ماتش ايه؟ ده كان ماتش المنتخب الصعيد والمنتخب الاولمبي. تمام. كان مين اللي ماسك المنتخب الاولمبي؟ كان كابتن شوقي غريب وكابتن حماد صدقي، ودي كانت افتتاح بطوله كاس الرئيس، كانت معموله عندنا في الفيوم. يعني يمكن فاكر سنة كام؟ 2003 تقريبا او 2002. يعني محسن لملوم. طبعا يعني حاجه جميله جدا. يعني انا بشكره كمان شكر خاص، دايما بيجي لنا الحاجات النادره. يعني زميلي في القناه الاستاذ محسن لملوم ده حاجه فعلا. لقيته جايب لي الصوره وقال لي وريها بس لاحمد. دي كانت بدايه تعرف الكره على احمد صديق وتعرف الجماهير المصريه على احمد صديق من خلال هذه المباراه، من خلال الكابتن شوقي غريب. يمكن يمكن المباراه دي غيرت كتير جدا في حياتي انا شخصيا. يعني يمكن طبعا من ناشئين الفيوم، ويمكن قبلها ان انا كنت بروح انديه كتير جدا، رحت غزل المحله والمنصوره والمصري، وكان كنت لسه 16 سنه بس كنت بروح على الدرجه الاولى على طول. يعني يمكن كان الفيوم بيطالبوا شويه في كان بيغالوا شويه في الماديات يعني. ولكن المباراه دي فرقت معايا كتير جدا. يمكن انا بعد الماتش ده رحت منتخب اولمبي، وبعد كده البطوله اتعملت في الفيوم، بطوله كاس الرئيس دي خدت فيها احسن لاعب، وبعدها مباشره رحت النادي الاهلي، ودي كانت بدايه بالنسبه لي فرقت معايا كتير جدا. يعني مين اللي وداك النادي الاهلي؟ والله طبعا يعني انا كان معايا كابتن عصام خير الله، ده من الفيوم يعني. ده كابتني طبعا، ومن الناس اللي ليها فضل كبير جدا عليا طبعا. يمكن هو كان من اكتر الناس المؤمنه بيا، كان بيساعدني كتير جدا، كان بيكلمني فرق كتير جدا، لان هو لاعب دوري ممتاز قبل كده، فكان فارق معايا كتير جدا. يمكن بعد المباراه دي كلمني هو كابتن ثابت الله يرحمه، كان كابتن ثابت البطل مدير الكوره في الوقت ده، وكلمني الباشمهندس عبد القيعي. يمكن بقى من هنا بدات الامور تتوالى بعد كده يعني. تمام. يعني هبعد بس شويه احمد عن حديثنا، واقول للساده المشاهدين ان لوكا مودريتش نجم كرواتيا ونجم الريال الحالي، هو خد احسن لاعب في اوروبا، وزي ما احنا كنا متوقعين ان هو كان الاقرب ان هو خد احسن لاعب طبعا في كاس العالم، تاني فريق او المركز الثاني في كاس العالم. هو بصراحه يعني جايزه منطقيه ان هي تروح له. لوكا مودريتش عمل كل حاجه في كاس العالم، عمل كل حاجه مع الريال، بطوله الدوري وابطال اوروبا، ويعني حاجه بصراحه عمل كل حاجه. محمد صلاح ان شاء الله السنه الجايه يعمل كل حاجه، السنه دي ان شاء الله يفوز بلقب احسن لاعب في العالم كمان مش في اوروبا بس. كل التمنيات للنجم المصري الكبير محمد صلاح فيما هو قادم، لكن بصراحه يعني جايزه راحت لمن يستحقها، هو لوكا مودريتش. يا صديقي ايه رايك؟ طبعا كنا نتمنى طبعا ان يكون الجائزه دي لمحمد صلاح، يعني يكمل طبعا القاب او الانجازات اللي بيعملها لمصر قبل ما يكون ليه هو. لكن طبعا برضو لوكا مودريتش من اللعيبه الكويسه جدا، وكاس العالم ده فرق معاه كتير جدا. يمكن الواحد كان متوقع ان لو كان منتخب مصر كمل شويه في الادوار النهائيه في كاس العالم. كنت متوقع يا صديقي ان احنا نكمل بصراحه؟ كنت اتمنى والله.
لكن الماتشات اللي قبل الماتشات اللي قبل كاس العالم ما كانتش مطمنانه قوي كلنا يعني الاداء حتى الماتشات الرسميه او الوديه برده ما كانتش مطمنانه ان احنا لكن كنا بنقبل يعني لكن بقول محمد صلاح لسه بدري وما شاء الله يعني عامل انجازات وانجاز في حد ذاته ان هو ينافس على اللقب زي ده أكيد. احسن لعيب في اوروبا أكيد. مع عمالقه يمكن وجوده وعدم وجود ميسي ده شيء كبير جدا برضو دي جائزه في حد ذاتها نتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله باذن اكيد الله. اكيد يعني زي ما قال احمد صديق ان انت تقعد في وسط ثلاث لاعبين او اثنين لعيبه من احسن لعيبه في اوروبا عشان ينتقوا من الثلاثه لعيب واحد بينهم واحد مصري فدي حاجه في حد ذاتها زي ما قال احمد صديق حاجه في حد ذاتها ان هي يعني جائزه كبرى للنجم محمد صلاح ان شاء الله كل التوفيق فيما قادم للنجم الكبير فرعون مصر محمد صلاح ويكسر الدنيا زي ما كسرها السنه اللي فاتت يكسرها السنه دي كمان ويعني يروح بقى زي ما هو عايز يروح ان شاء الله حاجه جميله ومشرفه لمنتخب مصر والمصريين كلها محمد صلاح يستحق ان طبعا. هو يعني تعامل كنجم اكبر من كده بكتير كلامنا واضح يعني وصريح يعني خلينا نقول بقى خلاص احمد صديق خدوا كابتن شوقي غريب وراح النادي الاهلي كنت تتوقع انت تروح النادي الاهلي وانت تلعب في الفيوم لا طبعا هو كان شرف كبير لاي حد طبعا لكن ما كنتش اتوقع في الوقت ده يمكن الحمد لله الواحد في السن ده يمكن كنت انا 16 سنه او 17 سنه وبلعب درجه اولى ممتاز به بس كنت بلعب درجه اولى يمكن كنت بفنش كمان كنت بلعب في نص الملعب وكنت بلعب باك رايت لكن في سنه انا فنشت هداف الفرقه حوالي 12 جون في السنه دي لكن طبعا ان انا ابقى في النادي الاهلي في السن ده لا طبعا حاجه ما كنتش احلم بيها لكن ربنا كرم بيها يمكن انا رحت في ظروف صعبه جدا يمكن الموسم اللي انا رحت فيه ده انا يمكن كنت رايح اعاره بنيه البيع يمكن انا كنت رايح الدرجه الاولى كنت بلعب الدرجه الاولى فكنت رايح الدرجه الاولى في النادي الاهلي لكن انا رحت في ظروف صعبه جدا يمكن السنه دي الاهلي الامور ما كانتش ماشيه بشكل كويس خالص يمكن السنه دي اللي خسرنا من الاسماعيلي في البطوله العربيه 4-0 ففي السنه دي يمكن مشوا الفرقه كلها وجابوا ناس كتيره دي يمكن فرقت معايا كتير جدا ان انا ما كانش ليا نصيب لكن انا في السنه دي لعبت مع كابتن فتحي مبروك طبعا في الناشئين كنت ماشي بشكل كويس جدا ولعبت يمكن ده كان اول زول ليا بس كان في اخر الموسم لما جابوا مستر مانويل بينو الدورين ويعتبروا عمل فرقه جديده جابوا طبعا كابتن اسلام الشاطر وكابتن عماد النحاس وجابوا لعيبه كتير جدا وابو تريكه طبعا جاب في شهر واحد في نفس الموسم ده فيمكن دي فرقت معايا كتير جدا جابوا اسماء كتيره فانا كنت لسه صغير فدي فرقت معايا طبعا في عدم تواجدي لكن مستر مانويل لما جه كان ليه دور برضه في الفرقه ويمكن لعبت اخر ماتش في الدوري كان مع اسوان يمكن ده كان اول ماتش ليا في الدوري ممتاز يمكن بعدها طبعا هو طلب ان انا يعني على الاقل امشي اعاره ما امشيش بنيه البيع يعني ما امشيش بيع نهائي لكن انا في الوقت ده كنت على ذمه نادي الفيوم ما كنتش رايح اعار نادي الاهلي فبالفعل جت نادي الفيوم تاني ورحت اسمنت اسود سنتين الحمد لله يعني ربنا وفق جدا في السنتين دول عملت موسمين كويسين جدا بفضل الله يعني ورجعت الاهلي تاني والحمد لله يعني كمل لي مفيش يعني انا بقول لك يمكن حتى انا في الوقت ده برضو وانا في اسمنت اسود يمكن كلمنا اكتر من فرقه طبعا بشكرهم كلهم فرقه كبيره جدا نادي الزمالك وبالفعل قعدت مع المستشار مرتضى في الوقت ده وكلم نادي الاسماعيلي وانبي لكن طبعا كانت الاولويه للنادي الاهلي لان انا بطبيعتي اهلاوي يمكن البيت عنده كل اهلاوي كمان العشق طبعا ما تقدرش تقول حاجه ثانيه لا طبعا وانت مشيت من النادي الاهلي رجعت الفيوم طلعت على اسمنت اسود وانت حاطط دماغك انت ترجع النادي الاهلي ثاني اكيد طبعا ده حلم وانا انا اشتغلت عليه كويس جدا يمكن ساعدني الامانه برضو دكتور جمال محمد علي يمكن انا في السنتين دول كنت انا وعصام الحضر تقريبا لعبنا كان الدوري تقريبا في الوقت ده 13 فريق بس يمكن انا في الموسمين دول كنت لعيب الوحيد انا والحضري لعبنا 26 مباراه من 26 ما طلعتش دقيقه من الملعب فالحمد لله كان يعني السنه دي برده فرقت معايا كتير جدا يعني الحمد لله وبعد كده طلعت بعد كده رجعت النادي الاهلي بقى في 2006 ربنا كرم بقى والحمد لله يمكن كل البطولات يمكن في الموسم خمس بطولات بندخل انت جيت لنا متاخر بقى يمكن الحمد لله رجعنا طبعا يمكن انا بالنسبه لي شايف ان ده من افضل الاوقات في تاريخ النادي الاهلي مع مستر مانويل طبعا وكل اللعيبه اللي كانت موجوده أكيد. يمكن خمس بطولات في الموسم بناخد الخمسه ايوه انا خدت خمس بطولات انت خدت خمسه؟ خمس بطولات متاكد؟ والله طيب خلاص خمس بطولات انا كل شويه في بطوله جايه انا حوالي انا في ثلاث سنين حوالي 14 بطوله بفضل الله يعني ما شاء الله فيمكن من هنا بدات منهم بونوزيت كاس عالم طبعا ودي انجاز بالنسبه لي طبعا الحمد لله محمد كان متواجد وكان ليه دور اكيد لعبت الثلاث ماتشات برده الحمد لله يعني فتوالت الامور بقى طبعا ثلاث مواسم بعد كده مشيت تاني بقى رحت لما مسك طبعا مشي مستر مانويل مسك كابتن حسام البدري يعني ما حسيتش ان الامور فيها فطلبت ان انا امشي بالفعل رحت النادي الاسماعيلي يعني برضه دول كانوا من افضل مواسمي في الكوره افضل ايامي بالنسبه لي طبعا
انت عارف النادي الاسماعيلي طبعا ساعدني كتير جدا برضو على ثلاث مواسم طبعا طبعا طبعا, طبعاً بشكر كل الناس هناك طبعا ناس بامانه يعني كابتن ناس محترمه جدا وناس بتاعت كوره فعلا الحمد لله اديت بشكل كويس جدا في الثلاث مواسم كلمني النادي الاهلي تاني وبرضو المصادفه برضو ان في نفس التوقيت برضو كلمني نادي الزمالك برضو يعني ويمكن رحت كان كابتن حسام حسن اللي ماسك كابتن حسام ابراهيم ورحت بالفعل قعدت معاهم ولكن طبعا برضو كان في تواصل لسه الاهلي اتكلم لا كان متكلم برضو كان في تواصل طبعا من خلال الكابتن سيد حفيظ في الوقت ده وكابتن حسام البدري تقريبا كابتن حسام ومستمر اللي كان ماسك وبالفعل رجعت تاني الحمد لله يعني يعني كابتن حسام البدري مش يعني مش هقول مشاك انت ما حسيتش لا, لا هو دي طبعا وجهات نظر انا بحترمها جدا طبعا ويمكن بناء على كده انا ما عملتش اي مشكله يمكن انا حتى في السنه اللي مشيت فيها دي انا بالنسبه لي كانت سنه غريبه جدا لان طبعا انا في الثلاث مواسم دول مع مستر مانو كنت لاعب كل الماتشات في كل البطولات متواجد انا كنت هسالك السنه طبعا حتى الغريب كان بالنسبه لي شويه ان انا الموسم الاخير ده لعبنا فاينل دوري مع النادي الاسماعيلي لعبت الماتش كله بفضل كنت كويس جدا وخدنا بطوله الدوري وخدنا بطوله افريقيا برده ومع ذلك يعني فوجئت ان طبعا انت كابتن حسام المعامله مش هي وهو طلب مني بالفعل ان انا ما كنتش ليا دور في الفرقه وانا احترمت ده جدا ويمكن يعني عشان الواحد الحمد لله اجتهد يمكن ربنا كرمني بنادي كبير زي النادي الاسماعيلي ان انا امشي من النادي الاهلي اروح النادي الاسماعيلي والحمد لله ان حتى يعني ده يثبت ان الحمد لله الواحد كان ما كانش مقصر او تقصير في اي شيء ان انا برده حتى امشي من النادي الاهلي واروح النادي الاسماعيلي وبعد ثلاث مواسم ارجع تاني للنادي الاهلي فده الحمد لله اكد ان الواحد ما كانش مقصر في اي شيء كان مع مستر مانويل لكن يعني الحمد لله هو كله رزق طبعا ان انا برضو بعد ما كان مستر مانويل اللي متكلم معايا وبالفعل مضيت في وجود مستر مانويل لكن الامور تغيرت مستر مانويل مشي حصلت امور الثوره ومجزره بورسعيد طبعا يعني ربنا يغفر لشهدائنا جميعا يعني وشهداء النادي الاهلي طبعا فدي فرقت طبعا مستر مانويل مشي وعدم التوفيق برضو بالنسبه لي ان كابتن حسام هو اللي رجع مسك تاني بس انا كنت ماضي في النادي وبناء على كده يمكن انا حتى طبعا احترمت طبعا ده وقعدت واتكلمت معاه وقلت له يا كابتن انا طبعا انا مضيت قبل ما حضرتك تيجي لكن انت حضرتك لو ليك اي وجهه نظر او ليك رؤيه ان انا ما كنتش موجود فانا ما فيش مشكله خالص قال لي لا طبعا انا عايزك ومحتاجك وبالفعل فضلت متواجد لكن برضو ما كانش فيه توفيق ان انا ما شاركتش بصفه مستمره مع كابتن حسام ما لعبتش خالص يعني فبرضو بعد كده مشي كابتن حسام ومشي كابتن محمد يوسف لعبت تقريبا ماتشين او حاجه زي كده وبناء على كده مشيت بقى بعد كده رحت النادي الاتحاد يعني لكن كل مره كنت بتمشي فيها يا صديق ما كنتش بتفتح بقك انا اسم مش يعني مش يعني انت عارف يعني تفتح بقك يعني ما بتطلعش في اعلام ما بتطلعش في صحافه بقول اصلا انا مش عارف ايه وانا يعني الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ما اتقالش قبل كده اصلا احنا بنتعامل في نادي كبير يعني انا بالنسبه لي وعشقي للنادي الاهلي بعيد عن ان انا لعيب في النادي الاهلي او لا فطبعا كان بيفرق معايا كتير جدا وانا تابع للمنظومه انا تابع في المنظومه محتاجني اكون موجود مش محتاجني خلاص بدون اي مشكله يمكن انا بقول لك حتى من المواقف الغريبه جدا ان انا كان بيجي اوقات كتير جدا ما فيش غيري في الفرقه بكري او نص ملعب بتلعبش برضو. برضو ما كنتش بلعب ومع ذلك ما كنتش بتكلم خالص يمكن حتى واحنا كان عندنا ماتش في السعوديه انا فاكر الموقف ده طبعا كان عندنا ماتش اعتزال في السعوديه مع لعبنا ماتش ودي مع الهلال وشات الاقدار ان انا العب مع الهلال العب مع فريق الهلال خدوا لعيبه من هنا ولعيبه من هنا وشات الاقدار العب من هنا وبالفعل في الماتش ده يعني كسرت الدنيا الحمد لله كنت موافق جدا جدا لعبت في نص الملعب سبحان الله يا رب كنت موافق جدا لعبت يمكن انا بتهيألي في الوقت ده يمكن كانوا واخدين قرار او كابتن حسام واخد قرار ان انا امشي شهر واحد لكن بعد الماتش ده الدنيا اتغيرت خالص ان انا الحمد لله كنت موافق جدا ومجرد ما رجعنا من السعوديه بعد الماتش ده لقيت المعامله معايا اتغيرت خالص ويمكن حتى الكابتن حسام بنفسه لقيته في التمرين كان موجود اليوم ده الكابتن احمد شوبير تقريبا كمان كان جاي في النادي حاضر في التمرين وبنفس اللفظ قال لي تعالى يا عم اللي مصر كلها مصدعاني بيك يعني كابتن حسام ولكن برضه الامور مشيت كما هي يعني ما كانش فيه جديد بالنسبه لي مصر كلها مصدعاك لو يعني احمد لما بتلاقي نفسك عامل كل حاجه ومشيت بيبقى احساسك ايه؟ والله هو الاحساس ده بيبقى صعب جدا وخصوصا انت في النادي الاهلي لان طبعا مفيش اي حد يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي طب انت موجود فاكيد بتتمنى انك تحافظ انك تفضل موجود تنهي في النادي الاهلي وتبدا وتنهي حياتك في النادي الاهلي فده كان امر صعب جدا بالنسبه لي وخصوصا ان الواحد الحمد لله يعني تعود على البطولات تعود انه اي بطوله بياخدها مفيش غير المنافسه عليها يمكن انا فاكر والله لما كنا بنتعادل الماتش ما كناش بنخرج من البيت بنتعادل مش بنخسر انا فاكر فالامر ده كان صعب جدا بالنسبه لي لكن هي سنه الحياه كده الحمد لله انت اللاعب الوحيد لسه محسن لملوم بيقول لي انت اللاعب الوحيد الاهلي يعني مشيت من الاهلي ورجعت ثلاث مرات يعني دي عمرها ما حصلت وبعدين اللي بيرجعك عارف مين طبعا يعني اللي بيرجعك مانويل جوزيه
اكيد حاجه تخليك يعني في السماء. طبعا حاجه تاكد الحمد لله ان الواحد الحمد لله انه الحمد لله لعيب كويس جدا بفضل الله، والا ما كانش هيبقى فيه اكتر من مره تواجد في النادي الاهلي امشي وارجع تاني امشي وارجع تاني. فطبعا ده شيء بالنسبه لي كويس جدا، وزي ما انت بتقول او زي محسن بيقول ان دي ما حصلتش غير معايا انا، فطبعا ده برضو انا بعتبره انجاز بالنسبه لي يعني. لكن كنت بتاخد الموضوع يعني ان انا احارب تاني عشان طبعا ان احمد صديق لعب كويس طبعا صديق ما يعني ما ينفعش يمشي، وهو اصلا كمان عامل ماتشات كويسه وعامل اسم كويس ولعب كاس عالم الانديه واخد برونزيه كاس عالم الانديه وشارك في ماتشات كاس العالم الانديه وحقق مكسب في 2006 الهدف اللي احنا شفناه جون كنت اقصده. والله المباراه دي كان ليها ظروف خاصه كمان في النادي يعني المباراه دي كان لها ظروف خاصه جدا في النادي. يمكن احنا بدانا البطوله دي باول لعيبه كتير غايبه لا وبدانا بهزيمه من الصفاقس في تونس، وكان الماتش ده كان فيه لعيبه كتير جدا غايبه طبعا تريكا وبركات وكان لعيبه كتير جدا غايبه فانا حتى يعني الماتش كان صعب جدا، ولما اتفاجئت ان مستر مانويل بيلعبني في نص الملعب مكان طبعا نجم تريكا حاجه طبعا ما ولكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الماتش ده ان انا الحمد لله كنت موفق واكون ليا دور في المكسب ده كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. قلت بقى اكيد تريكا كلمك في التليفون بعد الماتش ده عشان اعرفه. لا هو طبعا انا طبعا ده من الناس اي حد في الدنيا كلها لازم يحبه ويحترمه يعني شخصيات سواء في الكوره وغير الكوره الشخصيات اللي اي حد يحبه انا على المستوى الشخصي بحبه جدا طبعا. يعني انت مش لوحدك والله والله انت مش لوحدك ان شاء الله يرجع بالسلامه في اقرب وقت يعني باذن الله يعني طالما يذكر ابو تريكا لازم يذكر بالكلام الحلو والكلام الجميل اللي كل الناس بتعشقه ودي حقيقه طبعا. سبحان الله طبعا يعني طبعا سبحان الله طبعا يعني وهو من الناس الخلوقه بالفعل يعني مش فكره كلام ومن الناس اللي بتحب الخير لكل الناس يعني فنتمنى ان شاء الله انه يرجع في اقرب وقت بالسلامه باذن الله ان شاء الله يا رب يا رب. يعني اي يا جماعه اي حديث هتلاقوا فيه اسم محمد 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 ابو تريكه هتلاقي كله بيتكلم عليه يعني بطيب الكلام او اجمل الكلام لانه فعلا يستحق هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الطيب. شخصيه بصراحه يعني الواحد قعد معاه قد ما قعد طبعا لا تسمع منه حاجه خارجه ولا تسمع منه متضايق ولا تسمع منه اي حاجه غير حد جميل جدا تحب تشوفه تحب تتكلم معاه. ان شاء الله كل الامور تبقى تمام في اقرب وقت باذن الله للنجم ومعشوق الجماهير الاهلاويه ومعشوق مصر كلها محمد ابو تريكه. يعني فين بقى احمد صديق دلوقتي؟ هرجع لك تاني بقى في حياتك قريبه بس اشوف احمد صديق فين دلوقتي. والله هو انا دلوقتي الحمد لله يمكن بعد ما خدت القرار ده ان انا اعتزل القرار ده بلا راجعه خلاص؟ خلاص الحمد لله يعني طبعا انا بشكر كل الناس اللي كلمتني سواء مسؤولين انديه او مدربين، لكن انا ما لقيتش الحاجه المناسبه بالنسبه لي ان انا يعني اكون متواجد فيها. زي ما قلت لك انا اتعودت على مكان معين وعلى طريقه لعب معينه وعلى فكر معين ان انا ما فيش قدامي غير البطولات، فكان صعب جدا بالنسبه لي ان انا احس ان انا متواجد في مكان يعني مش على نفس المستوى اللي الواحد فاضل متواجد فيه. لكن انا دلوقتي الحمد لله من بعد ما خدت القرار ده طبعا ان شاء الله يكون لي نصيب في مجال التدريب باذن الله، بحاول احضر واجهز كل الشهادات والرخص اللي تساعدني باذن الله والمعايشه ان شاء الله. بفكر برده باذن الله انا ان شاء الله اشوف فرقه من الفرق الكبيره ان شاء الله في اوروبا باذن الله ان انا اعمل معايشه كويسه باذن الله تساعدني. ربنا وفق برده وحاولت ان انا اعمل حاجه تساعد بلدي طبعا من الفيوم زي ما قلت لك. بالفعل عملت اكاديميه الحمد لله اكاديميه وفيها جزء شركه تسويق صغيره حاسس ان انا احاول اساعد. اكيد كلنا محتاجين حد يساعدنا اكيد يعني احنا كلاعيب الكوره والواحد لعب في الظروف دي فمحتاج اي حد يساعده. فبالفعل خدت القرار وعملت الحمد لله عملت فرع في البلد للاكاديميه باسمي الحمد لله. يمكن برضه ربنا وفق وديت لعيب اكتر من لعيب في اماكن كويسه هنا الاسماعيلي وامبي وان شاء الله برضه هيكون في لعيب او اثنين ان شاء الله. يعني انا ان شاء الله هديهم هديه للنادي الاهلي لعيبه صغيره بس ان شاء الله انا هديهم هديه للنادي الاهلي برضه باذن الله. والحمد لله يمكن ده برضه ساعدني ان انا خدت على الجو التدريبي برضه والاداره لان برضه الموضوع كبير. يعني الحمد لله انا عندي ما شاء الله اللهم لك الحمد عندي عدد كبير يعني عندي عدد في البلد ما شاء الله. وبالفعل برضه عملت فرع ثاني هنا في القاهره فالحمد لله عندي عدد حاسس ان انا بقيت مسؤول من دلوقتي اكيد مسؤول عن عدد مسؤول عن ناس. هينفع تبقى مسؤول اصل انا عارفك ان شاء الله قلبك قوي شويه لا ان شاء الله يعني ده اتجاه تاني بالنسبه لي مستقبل اركز فيه ان شاء الله ان انا يكون زي ما ربنا كل المجهود الواحد وتعبه بالنجاح هو لاعب ان شاء الله برضه في المجال التدريب باذن الله يكون كده ان شاء الله. انت تستاهل كل خير والله شكرا يا ربنا يعني اخر سؤال اسالك بسرعه جدا جدا مين في التدريب المثل الاعلى بتاع صديق؟ يعني انا بالنسبه لي يعني انا هقول اثنين وممكن الناس تستغرب شويه ممكن طبعا مستر مانويل قول اثنين وبعد كده نرجع نكمل يعني مستر مانويل ده رقم واحد ورقم اثنين بالنسبه لي يعني كابتن سامي قمصان
سامي قمصان. اه لا لازم نسال احمد صديق سامي قمصان حاجه جميله جدا. نقول كده نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم بسرعه جدا مع النجم الجميل والمحترم احمد صديق. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومعايا النجم اللي مشرفني احمد صديق نجم الاهلي ونجم منتخب مصر. قبل الفاصل كنت بساله مين هو المدرب اللي مسيطر على دماغ احمد صديق، قال لي اسمين، الاول منطقي والثاني هنعرف هو بيحبه ليه. الاول قال لي هو مانويل جوزيه والثاني قال لي سامي قمصان. سامي قمصان بقى عارفين كلنا مانويل جوزيه طبعا، يعني اسطوره التدريب اللي جت الاهلي واسطوره تدريب مصريه كمان، لكن سامي قمصان بقول لي سر حبك ليه. بس هقول طبعا على مستر مانو الاول، لان في حاجات صغيره كده برضو بتفرق كتير جدا، يمكن الناس بتشوف الظاهر بس، لكن هو من العقليات اللي بتعرف تتعامل مع لعيبه الكوره كويس جدا. يمكن انت طبعا عاشرته وعارف، انا قاعد بقى في البرنامج وانت عارف انا بحبه قد ايه، قلت كل حاجه طبعا يعني، لكن هو فعلا يعني بعيد عن الكوره والفنيات بيعرف ازاي يتعامل مع لعيبه الكوره، هو شخصيته اللي نجحت يعني شخصيه بيعرف بجد يتعامل ازاي مع لعيبه الكوره بالظبط. طبعا من افضل المدربين، واحد على المستوى الشخصي بالنسبه لي من افضل المدربين شفتها في حياتي يعني. دي حقيقة. انا قلت له، هو كان معايا في البرنامج، قلت له انت اقول لك يعني رايي بصراحه فيك، انت مدرب كوره يعني ممكن يبقى في مدربين كتير كوره لكن شخصيه مش هتتكرر طبعا. هو طبعا فعلا دي اللي نجح، لان هو كان حتى الواحد كان بيجي، مش هقول لك ان انا لعبت معاه على طول، لا كنت بلعب وكنت بقعد، لكن مع ذلك ما كنتش بتحس انك متضايق ابدا يعني. انت تحس ان هو هيلعبك النهارده يبقى عايزك النهارده، بكره يبقى مش عايزك بكره. هو بالنسبه له كده، يمكن دي من الحاجات المهمه جدا في المدرب يعني. اما بالنسبه للكابتن سامي فانا شايف، انا طبعا ببارك له، طبعا باركت له قبل كده وبارك له تاني، لان طبعا برده خطوه مهمه جدا في حياته انه متواجد في النادي الاهلي. اكيد دي نقله تاريخيه بالنسبه لاي حد. يمكن هو من المدربين اللي انا شايف ان هم ان شاء الله هيبقى لهم دور كبير جدا في مصر وفي النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله انه يبقى يجي الوقت اللي هو يبقى مدير فني فيه النادي الاهلي، ان هو انا من وجهه نظري شايف انه عنده الامكانيات انه يبقى كده. انا اتعاملت معاه موسمين، موسم كان مدرب مع كابتن حميد باسوني والموسم الثاني مدير فني اللي احنا صعدنا فيه. لا انا بقول انه مدرب هيبقى ليه دور كبير جدا في الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. هو فضل ان هو يجي الاهلي ويسيب طبعا الحرس يعني، انا خطوه يعني. في ناس يقول لك لا انا مدير فني ابقى حر فكري تمام، غير ان اجي مدرب ثالث في نادي. فهو اكيد حاطط اهداف معينه وعايز يوصل لها سامي قمصان. هو ميزه كابتن سامي انه يعني ماشي في حياته باهداف، وماشي تحس ان هو مرتب حياته كويس جدا يعني، بيبقى حاطط هدف واكيد هيوصل له. وعايز اقول لك ان لو يعني لو جاله فرقه ثانيه غير النادي الاهلي او نادي النادي الاهلي انه يبقى مدرب مساعد ومش مدير فني اكيد هيرفض، لكن النادي الاهلي ما حدش بيقدر يرفض، وخصوصا انه اكيد المكان اللي هو فيه اكيد هيزيد فيه ان شاء الله. اكيد طبعا اكيد. لكن انت بتقول ان هو مدرب عنده فكر وعنده، لا انا بقول لك مدرب احترافيه في التدريب طبعا، مدرب كويس جدا يعني فنيا واخلاقيا ولا لا مدرب هيبقى ان شاء الله ليه دور كبير جدا في الكره المصريه ان شاء الله. يا رب. وشخصيه محترمه برضو سامي قمصان، شخصيه محترمه من الشخصيات المحترمه قوي، وزي ما بيقول احمد صديق وكل الناس عارفه ان سامي قمصان مدرب كويس قوي، ان شاء الله يكون ليه مستقبل في النادي الاهلي في القريب العاجل. تعالى ندخل او نرجع تاني لاحمد صديق، قول لي بقى موقف في حياتك. انا دايما طبعا السؤال المعتاد، موقف في حياتك عمرك ما تنساه في الكوره. موقف في حياتي، هو طبعا الواحد بيعدي عليه كتير جدا يعني، لكن موقف في عندنا مواقف كده واحنا نايمين بنفتكرها. مواقف واحنا نايمين بنفتكرها، هي في مواقف كويسه اكيد، وفي مواقف طبعا الواحد يتمنى ان ما كانتش تحصل، لكن الحمد لله طبعا. لكن من اصعب المواقف بالنسبه لي هو موقف، انا عارف. قول. طيب انا عارف، قول انا هسيبك تقول. لا قول انت لو عايز. هسيبك تقول. محمد عبد الوهاب. اكيد طبعا بالفعل يعني، لان انا في اليوم ده احنا كنا مع بعض طول اليوم بالليل. كنا بنسجل اغنيه للكابتن سيد في ماتش اعتزاله يعني، كنا مع بعض طول الليل يعني، وشاءت الاقدار كمان ان انا اكون معاه قبل ما ننزل الملعب بخمس دقائق الصبح في الجيم يعني. كنت قاعد انا وهو، هو طبعا كان ربنا يغفر ليه ويرحمه يعني، كانت من الشخصيات المحترمه جدا جدا أكيد. جدا يعني جدا يعني اكيد. ربنا يغفر ليه ويرحمه. فدي كانت من اصعب المواقف بالنسبه لي، لان دي حاجه كانت قدامي وعشتها معاها يعني
لحظه بلحظه يعني. فربنا يغفر لي ويرحمه رب ان شاء الله. انت عارف ان الذكرى بتاعته عارف المفروض انها بكره تقريبا, فربنا يغفر لي ويرحمه ان شاء الله باذن الله يعني. يا رب. هو كان شخصيه جميله وتحس ان هو يعني كان هو اصلا ما يستاهلش ان هو يعيش في الدنيا دي بتاعتنا بصراحه. يعني يمكن انت تقريبا لعبت معاه في انبي تقريبا صح كده؟ فلا لا ربنا يغفر لي ويرحمه, ربنا يغفر لي ويرحمه. وكنت في مكان احسن من هنا دلوقتي اكيد اكيد. طيب موقف تاني بقى تحس ان انت بتبقى فرحان قوي وانت بتفتكره؟ وانا فرحان لان في موقف انا شايف انه يعني غير كتير جدا او زود او فرق كتير جدا مع نحن كلعيبه ومع النادي الاهلي, هو ماتش الصفاقس. الجون بتاع ابو تريكه في الوقت ده انا شايف انه فتح لنا ابواب كتيره جدا يعني. فتح لنا يعني لولا الماتش ده اكيد كناش هنلعب سوبر افريقي, كناش هنلعب كاس عالم وناخد تالت عالم. فانا شايف ان يعني دي برضو من افضل اللحظات بالنسبه لي في الكوره يعني. دي حقيقه دي حقيقه فعلا. الهدف ده غير الاهلي كمان, غير معانا كتير جدا يعني. انا حسيت كده. يمكن احنا حتى الوضع اللي شفناه واحنا راجعين من تونس الهدف يعني طبعا يعني انا شايف ان الهدف ده غير معانا كتير جدا. معانا احنا كلاعيبه واكيد كنادي وكجمهور. لا انا شايف انه فرق معانا كتير جدا. الاستقبال اللي شفناه واحنا راجعين من تونس بعد الماتش ده ياكد ان الهدف ده فرق معانا كتير جدا. احنا راجعين كنت حاسس ان احنا مصر كلها مستنيانا. بالظبط. مش جمهور الاهلي بس, يمكن احنا رجعنا في وقت متاخر لكن كنت حاسس ان مصر كلها مستنيانا في اليوم ده يعني في الشوارع وفي كل يعني مكان يعني. فعلا زي ما بيقول لي محسن لملوم في الايربيس كانت بدايه ان رادس وش السعد على النادي الاهلي. دي حقيقه. انا شايف ان الماتش ده فرق معانا كتير جدا جدا يعني. فدي من اسعد اللحظات بالنسبه لي يعني في الكوره. ماتش 4-3 ده بقى بالنسبه لي انا بالمستوى الشخصي ده من افضل يعني. شفت انا بفكرك ازاي يعني. ماتش 4-3 انا عايز اشكر محسن لملوم بصراحه يا جماعه. انا كمان بشكره شكر خاص جدا يعني. حاجه جميله جدا دايما بيجيب لي خبايا الخبايا. انا كمان بشكره محسن. اخ ليا من صغري يعني. يمكن هو برده بلدياتي ومن اكتر الناس اللي ساعدتني برده. انا بشكره جدا طبعا وبشكره على النهارده وعلى على التقرير الكويس اللي عمله النهارده. لكن انا بقول لك ماتش 4-3 ده كان له ظروف مختلفة تماما. يمكن انا يمكن احنا بنلعب كل يعني زي ما قلت لك احنا بدأنا الموسم اي بطولة بناخدها, لكن الماتش ده كانت ظروفه صعبة جدا. نهائي كاس مصر الزمالك بتقدم علينا مرة ونتعادل وتاني مرة ونتعادل في اخر 7 دقايق وتالت مرة ونتعادل وبعد كده نكسب. فيمكن حتى كل الناس بتشوف انه من افضل ماتشات اهلي وزمالك يعني. كل الناس بتتكلم انه من افضل ماتشات اهلي وزمالك. دي حقيقة فعلا. اما بالنسبه لي انا يمكن انا نزلت تغيير في اخر 7 دقائق في الشوط الثاني وكنا خسرانين 2-1. بعد كده تريكا جاب جون التعادل 2-2 وبدانا الشوط الاضافي الثالث. الزمالك برضو اتقدم. ده متعب الاول اهو. طبعا يلا برجعوا. هو كان ماتش جميل في كل حاجه. ماتش حلو جدا في كل حاجه. ده الثاني ابو تريكا. ابو تريكا الوقت ده انا كنت لسه نازل الملعب شغال الجناح بتاعته على طول. كنا خسرانين. نزلت بقى. نزلت قبل الجون ده على طول. نزلت وهي 2-1. نزلت تعادلنا 2-2 وبعد كده كملت الحمد لله. كان زعلان من التعادل ما كانش عارف ان هو لسه فيه جونين تانيين. طبعا لان ماتشات اهلي والزمالك كمان بتبقى بطوله خاصه ونهائي كاس مصر كمان بتبقى يعني بطولتين مش بطوله واحده يعني طبعا. فالحمد لله الواحد ان كان ليه دور. يمكن انا ده الكروس الاخير بتاع اسامه حسني وكان صعب جدا كمان. الحمد لله. يمكن انا حتى الوقت ده الثالث. لا الثالث اللي عمله الكروس اللي هتعمله بعد في الجون الرابع. يمكن انا ناس كتير لمتني بعد الماتش ان انا ليه ما جبتش جون. لكن في الوقت ده انت بتبقى عايز تضمن يعني. وانا شفت ان اسامه ممكن يكون افضل مني. دي حقيقه. يمكن حتى انا بالنسبه لاسامه يمكن عاملين دويتو كتير انا وهو. يمكن عامل له اهداف كتيره الحمد لله يعني. يمكن بنساعد بعض وساعدنا بعض كتير في الملعب يعني الحمد لله. لا وكمان الكروس من الحته دي عشان تعملوا تشيب كده. ما انا مش عارف انت بطلت ليه بصراحه. يعني انا عمال ماشي معاك اهو اللي احنا يعني صحاب بس انا مش عارف بطلت ليه مش عارف انا. يعني الحمد لله. 30 سنه. الحمد لله. الحمد لله. يمكن ماشي. كان يتمنى طبعا لكن الحمد لله يعني. الحمد لله. بس انا برضه عملت نفس الجون لاسامه حسني قدام الهلال السوداني 2-0. موسوعه معايا. لا ما انا بقول لك ممكن افتح المايك وهو يكلمك لا يمكن انا اسامه عامل له اكتر من هدف الحمد لله وكلها اهداف مؤثره. يمكن حتى ماتش الهدف بتاع ماتش الهلال السوداني ده يمكن كانت من الماتشات الصعبه جدا بالنسبه لي لان انا حطيت موقف صعب جدا في الماتش ده. ان انا مستر مانويل احنا متعادلين 0-0 في الماتش بطوله افريقيا ده وتقريبا باقي حوالي ربع ساعه ومستر مانويل ياخد قرار ينزلني مكان تريكا وانت عارف يعني ايه تريكا. فدي بصراحه كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لي لكن كان تحدي وكانت ثقه من مستر مانويل
وان ربنا وفاني ونزلت مكان تريكا وعملت جون المكسب وكسبنا 2-0 عملت جون اولاني لسامح حسني. فدي كانت برضو من اللحظات الصعبه بالنسبه لي. انت عارف يعني ايه تريكا؟ عارف يعني انت تنزل مكان تريكا بالنسبه للناس كمان يعني ما حدش هيتقبل ده ابدا. انا عارف انا لعبت مكانه ماتش انا لعبت بقى بدات مكانه ماتش خلاص مش عايز اقول لك يا جماعه والله العظيم يعني لكن الحمد لله يعني ماتشات يعني الحمد لله كنت ببقى موفق لما ربنا كان بيريد ان انا كنت متواجد في مكانه او في نص الملعب كان ربنا بيوفق الحمد لله. وكان حد بيبقى ليه دور ايجابي مع الفريق الحمد لله. انت بتلف تلف وترجعنا لتريكا تاني وانا اقعد اتكلم عليه تاني. بنحبه كلنا اكتر لعيب وبركات أكتر طبعا اكتر لعيب بعلق مع احمد صديق في حياته الكروية. اكتر لعيب في مكاني ولا عموما معلق في دماغك حبيته جدا ارتبطت بيه جدا كان نفسك تكمل معاه جدا غير ابو تريكا بقى عشان معني ما هو في كتير والله يعني بس ما تقوليش اينو عشان ما ازعلش. لا مين اينو ده حد يعرفه؟ ايوه صح حد يعرف اينو الناس دي. لا احنا ولا حسام عاشور بنتكلم عن الكوره. لا حسام عاشور حبيبي ما اقدرش والله حسام عاشور حبيبي يعني من الناس المحترمه يعني كانت موقفكم كتير مع بعض يعني طبعا يعني طبعا انا وهو وجديد على طول مع بعض. ما تقول لنا حاجه كده حاجه للجماهير الاهلي حاجه كده من تحت الترابيزه. لا من تحت الترابيزه يبقى فيه كتير وما ينفعش يعني ممكن واحده بس اللي بتبقى مستنيه الكواليس دي ما ينفعش يتقال. ما ينفعش انا هي كلها حاجات الحمد لله محترمه لكن ما ينفعش يتقال لانه انت عارف كنا احنا على طول مع بعض ما بنسيبش بعض خالص فاكيد كان في حاجات كتير يعني. طيب ماشي يا سيدي تعالى نشوف بقى الاهلي. مش هقول لك الاهلي يعني بقى الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو ممكن يبدا وحش ويبدا وحش تاني لكن في الاول وفي الاخر هو بيكون عند حسن ظن الجميع. بدانا افريقيا بدايه كانت سيئه شويه كنا في اخر المجموعه بدانا نطلع المجموعه بقينا اول المجموعه. طيب تعالى نشوف كده يجيبوا لك لقطه مع احمد شديد كده اهي بص برضو دي حاجات برضو جايه دي في اليابان طبعا ما انا بقول لك هتلاقي كتير يعني الحاجات الصغيره دي هتلاقي كتير اصل دول عندهم برجاوي عندهم حاجات كتير انا عارف بس مش قادر اتكلم يعني انا بقدم البرنامج بقول لك عندي اصدقاء كتير جدا خلينا هنا كده بالذات اصل انت جايب احمد صديق ده يعني انت تشوفه كده طيب وجميل لكن احمد صديق مع احمد شديد قناوي مع حسام عاشور مع محمد سمير مع سمير وإينو مع عصابه والله بجد يعني فخليني ساكت بس تعشيني بعد البرنامج. حاضر أوكي. انت اللي بتعشيني على طول يعني انت اللي بتعمل لنا اكل ما اوكي ماشي نروح لالف افريقيا بدينا بدايه مش الاهلي لكن نهينا باول مجموعه ماتش كامبالا سيتي الاخير كسبنا 4 لكن جه فينا 3 اجوان الجماهير قلقانه شويه فانا قبل ما انت تدخل لي ما اعرفش انت كنت سامعني ولا لا اتكلمت ان ماتش لعيبه الاهلي بيبقوا حاسين بالماتش هل هو ماتش يعني جامد جدا ولا ماتش عارف اللي هو يعني فعلا كده بنبقى احنا نازلين حاسين الماتش ده مهم هناخده والماتش ده يعني بنماين فيه قوي فالثلاث اجوان ليه؟ لا هو زي ما انت قلت يعني يمكن هي لعيبه الكوره المصري كده مش فكره اهلي بما ان الاهلي طبعا حاجه ثانيه انا قلت لعيبه في كل العالم بس طبعا لكن الاهلي طبعا حتى انت عارف يمكن حتى لو ماتش ودي مفيش حل بالنسبه لك او هدف بالنسبه لك غير المكسب لكن اكيد الماتش ده ليه ظروف يعني لكن طبعا لو بنتكلم على البدايه كانت صعبه جدا طبعا كانت صعبه جدا علينا احنا كمان يعني ان تبدا تاخد بونت واحد من حوالي ماتشين او حاجه زي كده كانت حاجه طبعا وبناء على كده تقريبا كابتن حسام مشي بعد كامبالا برضه سيدي اللي خسرنا 2-0 هناك لان طبعا دي كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لنا يعني لكن مع باتريس كارتيرون ان الدنيا شكلها افضل كتير ان شاء الله. طبعا انت في النهايه هو ده النادي الاهلي لو هتتكلم على البدايه مش هنتكلم عليها كتير نتكلم على النهايه هو ده النادي الاهلي بالظبط فنش اول ان شاء الله يكون ليه دور قبل النهائي باذن الله كالعاده ان شاء الله ونهائي لكن هو ده النادي الاهلي مفيش حل غير كده مفيش هدف تاني غير كده والواحد عارف قد ايه بطوله افريقيا دي مهمه جدا في النادي واكيد طبعا بالنسبه للكابتن محمود الخطيب يعني ورئاسه النادي كلها ده اهم هدف بالنسبه لان أكيد. هو ده أكيد. يعني هو ده الاساس بالنسبه للنادي الاهلي كاس عالم بتلعب كاس عالم وتوصل النادي الاهلي اسمه متشاف ومسموع في كل مكان فده هدف وان شاء الله الاهلي قادر طبعا باذن الله على انه يبقى متواجد في النهائي وياخد البطوله باذن الله كالعاده ان شاء الله بإذن. اكيد انا عايز اقول لك كمان ان الكابتن محمود خطيب تخطى مرحله البطوله الافريقيه كمان يا احمد يعني في احد اطلالاته في وسائل الاعلام قال ان انا بفكر في كاس العالم للانديه ان انا احقق فيه مركز افضل من البرونزي يعني ده تخطى كمان البطوله الافريقيه ودي بتخليك كمان انت بيرمي عليك عاتق كبير جدا من المسؤوليه ان انت البطوله الافريقيه بقى احنا ما اتكلمناش فيها اساسا انت فاهم يعني انا اقول لك يا احمد ايه لا مش عارف النقطه دي انا عديها اساسا مش هنتكلم فيها فدي طبيعي انها في جيبي فدي ادتهم التزام كبير جدا
قدام الكابتن محمود خطيب ان هم البطوله الافريقيه، لان دي مصدر السعاده للجميع زي ما انت قلت. طبيعي ده حق مشروع، السعادة الأول. ده حق مشروع. لو مش النادي الاهلي اللي فكر كده، مين اللي فكر كده؟ طبيعي جدا النادي الاهلي فكر كده. ايه المشكله؟ فرقت معانا في برونزيه دي ان احنا خسرنا في اخر الماتش، كنا ممكن تلعب نهائي، كنت ممكن تاخد البطوله، فده حق مشروع. طب شايف الحاله الدفاعيه في النادي الاهلي ازاي؟ اكيد ما تبصتش. بس كنت مدافع يعني، اكيد ما تبصتش طبعا ان انت يجي فيك ثلاث اهداف على ملعبك في ماتش المفروض ان انت ضامن الصعود، تلعب على مركز اول. فانا شايف ان طبعا اكيد محتاجين تظبيط شويه. يمكن انا طبعا لما اتكلمت حتى بتحاور مع كابتن سامي طبعا، واكلمه دلوقتي للتاني، كان انا حتى شايف ان هو بيتكلم معايا ان الراجل برده مستر كاتيرون انه بالنسبه له يعني راجل متوازن بين الهجوم والدفاع. يعني انا حتى بكلم كابتن سامي كل كلامه معايا كده بالظبط. فاكيد في اخطاء، في تقصير من خط الدفاع، لكن لو نتكلم تتكلم على الفرقه كلها، ما تتكلمش على خط الدفاع. خط الدفاع مش لوحده ولا الشناوي لوحده، تتكلم على الفرقه ككل. فاكيد ان شاء الله ان كل الاخطاء دي ان شاء الله نتخطاها في الماتشات الجايه، لان اكيد الهدف بيفرق بعد كده. اكيد انت بتلعب في قبل نهائي، ف اكيد طبعا اي هدف هيفرق معاك كتير جدا. تلعب مباراتين بقى خلاص، مباراتين خلاص في الدنيا تبقى صعبه جدا، الهدف بيفرق كتير جدا. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قادر باذن الله، انه مش هنقول يلعب نهائي، لا ان شاء الله انه يبقى بطولة افريقيا، ويبقى ان شاء الله متواجد في كاس العالم للانديه. اكيد انت قلت حاجه مهمه جدا، يعني لما بنتكلم على الحاله الدفاعيه لازم نشوف الفرقه كلها، لان الكره اول ما بتفقدها انت بتبقى في حاله دفاعيه عموما، حتى من عند الفيرود بتاعك اللي هو وليد ازارو. لكن في اخطاء دفاعيه بحته، وفي اخطاء ممكن تدخل فيها الاخطاء الجماعيه. الاخطاء اللي هي دخلت فينا المباراه اللي فاتت هنحملها شويه على الدفاع. لكن انا طالما انت اتكلمت عن الدفاع والشناوي تحديدا، هو يا جماعه مش ده الطبيعي بتاعنا، يعني مش ده الطبيعي بتاعنا طبعا. ان الحاله الدفاعيه بتاعتنا تبقى كده، مش ده الطبيعي بتاع الشناوي اللي كان متالق جدا جدا في كاس العالم، مع انه كان بيلعب تحت ضغوط كبيره جدا جدا، وحضراتكم عارفين يعني ايه الضغوط اللي كان بيلعب عليها الشناوي، او بيلعب تحتها الشناوي في كاس العالم، ومازال بيلعب تحت ضغوط، مش ضغوط يعني برضو الناس كلها بتبص للشناوي، مرمى الاهلي، حارس الاهلي، خصوصا احنا دايما بنقارن الحراس من بعد الحضري طبعا. عايزين حضر جديد، شريف اكرامي بقى، الشناوي، لطفي، ايا كان مين هو، لكن مش ده الطبيعي بتاع الشناوي ان هو يجي يصد كوره تاخد ايده تدخل، مش ده الطبيعي خالص. الشناوي وحش، الشناوي في الشوط الاول شايل فرصه، شايل فرصه ثانيه وراها، شايل وشايل وشايل، لكن ده الطبيعي بتاعه؟ لا، مش ده الطبيعي بتاعه. ان احنا بقى بعض اللي هم اللي بيحبوا يصطادوا في المايه العكره، واللي بيحبوا يتصيدوا الاخطاء، اقول لك بص الشناوي اصل مش عارف ايه، اللي هم بيحبوا المصلحه الشخصيه ايا كانت، هي مين بيتكلم للشناوي على الصالح العام، بيتكلم لحد تاني ايا كان هو مين، مش عايزين نروح في الاتجاه ده خالص يا جماعه، لان مش ده الطبيعي بتاع الشناوي. الشناوي حارس كبير جدا جدا جدا، حارس مبشر جدا جدا، مع شريف اكرامي، مع علي لطفي، هم الثلاثه حاجه كلها عندنا واحد. فلازم نقول هل هو ده الطبيعي بتاع الشناوي ولا مش الطبيعي بتاعه؟ هتلاقوا ان ده مش الطبيعي بالمره. لازم ندعم حراسنا، ولازم نكون في ظهرهم اكتر من كده بكتير، ولازم نخرس اي السنه بتصطاد في المياه العكره تحديدا. كمان وليد ازارو النجم الاهلاوي المغربي الكبير جدا احرز هدفين، كان ممكن يحرز هدف ثالث ويبقى هاتريك، كان ممكن كمان يحرز سوبر هاتريك. نجم بيتفوق كل يوم على نفسه، بيثبت للجميع ان هو صفقه من العيار الثقيل. تعالوا نشوف وليد ازارو ونرجع لحضراتكم على طول. رغم أن تألق وليد أزارو مهاجم الأهلي في لقاء كامبالا سيتي أسعد جماهير عملاق القارة السمراء ونادي القرن الإفريقي، إلا أنه من ناحية أخرى كان بمثابة وسيلة ضغط كبيرة على المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رينارد، الذي أصبح في موقف لا يحسد عليه، خاصة بعدما نادت الجماهير المغربية بضرورة ضم أزارو لمنتخب الأسود. بدورها لم تقف الصحافة المغربية مكتوفة الأيدي، فأسالت الحبر حول تألق نجمها الشاب مع الأهلي، وانتقدت مدربها رينارد بسبب تجاهله المتواصل لأزارو. بعدما كانت الصحف تتحدث عن لاعبين لا يستحقون الانضمام للمنتخب المغربي، كانت هذه المرة أكثر جرأة عندما ذكرت أكثر من اسم، وأكدت أنهم ليسوا أفضل من أزارو، يجب أن يحصل على فرصته، خاصة وأنه يلعب في أكبر الفرق الإفريقية على الإطلاق،
كما أنه ليس فقط هداف الدوري المصري لكنه أيضا هداف البطولة الإفريقية. نبهت الصحف المغربية المدرب رينارد إلى حاجة المنتخب المغربي إلى أصحاب الخبرات في الملاعب الإفريقية الذي أصبح أزارو واحدا منهم. الطريف أن إحدى الصحف أشارت إلى طريقة احتفال أزارو بهدفي في مرمى كامبالا سيتي عندما وضع أصابعه على عينيه. قالت إنه بهذه الطريقة يكشف الغبار عن العيون، والمقصود بهذه العيون هو رينارد الذي ما زال الغبار على عينيه كثيرا، فيرى اللاعبين المغاربة في كل الدوريات إلا الدوري المصري. فهل يزيل هيرفي رينارد الغبار عن عينيه قريبا ويرى بعين الإنصاف تألق وليد أزارو ويضمه لمنتخب أسود الأطلس؟ الأيام القليلة القادمة ومباريات الأهلي المحلية والإفريقية ستجيب عن هذا السؤال. أهلا بحضراتكم من جديد. ده كانت نبذة كده، تقرير صغير جدا عن النجم وليد أزارو اللي بيقنع الجميع بإمكانياته الهائلة جدا، سرعة مع قوة مع رشاقة مع مرونة مع إحراز أهداف مع توقع أهداف، أقنع الجميع بقدراته التهديفية وقدراته العالية جدا في كل حاجة في الملعب إلا هيرفي نيرارد. يعني أنا مش عارف بصراحة، في مدربين تحس إنه مدرب كبير جدا، ورينارد بصراحة مدرب أقنع الجميع كمان بقدراته التدريبية، لكن وليد أزارو ازاي يبقى عندك لعيب زي كده وما تاخدوش؟ يعني سيبك ان هو احرز اهداف مع النادي الاهلي او ما احرزش اهداف مع النادي الاهلي، هو لعيب كمان اي مدرب يشوفه يبقى حابب ان وليد أزارو لعيب عنده سرعه ما شاء الله، عنده قوه ما شاء الله، رخم غلس بلغه الكوره، عنده بيعرف يتوقع الاهداف، الاهداف السهله اللي بيحطها وليد أزارو اوعى تستهونه بيها خالص. انت اللي انت هيكون عندك حست ان انت بتقف في المكان اللي بيجي لك فيه الكوره عشان تحطها جون، دي مش في اي لعيب زي ما كان بيعملها كده حسام حسن، تحس ان هو بيجيب اهداف كده وبيجيب اهداف صعبه كمان، الجون اللي جاوب بدماغه وهو بيلف في الهواء يعني مش اي حد يجيبه. لكن ان انا كمدرب منتخب يبقى عندي لعيب زي كده ماخدوش، يبقى فيها علامات استفهام كبيره جدا، وزي ما عمل وليد أزارو كده لازم رينارد يشوف بعينيه كويس قوي ان في مهاجم دولي عنده لكن هو ما استفادش بيه لغايه دلوقتي. ولا ايه رايك يا صديق؟ طبعا صعب جدا، يعني انا بالنسبه لي صعب جدا عدم تواجده في منتخب المغرب، ان يعني هو ما شاء الله. انا يمكن والله مش بقول الكلام ده عشان هو دلوقتي ماشي كويس ولا، انا يمكن من خالص من اول حتى يمكن لما الناس ما كانت بتنتقده وانا كنت شايف ان هو مهاجم كويس جدا 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 يعني، فانا شايف انه لازم يكون له دور مع منتخب المغرب. هو ما شاء الله يعني بعيد عن الاهداف ما شاء الله مهم جدا في الملعب، ما بالظبط سرعه مع قوه يعني مع تحركات، يمكن حتى انه بيضيع شويه لكن بيجيب، والفرد لازم يكون كده بالظبط، يعني الفرد لازم يكون كده طبعا. تعال نبعد شويه نروح لباتريس كالتيرون، انت شايفه ازاي بعينيك؟ هو لسه احنا لسه انا ما بحبش احكم في الاول بالزبط. لكن تبقى في بدايات كده يا احمد، يعني انا مثلا انا ادي لك خيط للكلام. لما شفنا مثلا كوليبالي كان مدافع جابه لعبه في مركز مهم جدا مركز حساس جدا، لكن هو الراجل واثق فيه قوي، قلبه جامد قوي ان هو يلعب لعيب في المركز ده، لسه بيعرفه على جميع النادي الاهلي في مباراه كان الاهلي عايز يرجع بيها للبطوله الافريقيه، والراجل لعب وبقى كويس فشايفه ازاي برضو؟ والله فكره حتى ان هو يجيب لعيب محترف او افريقي في المكان ده دي يمكن جديده شويه على النادي الاهلي، صح ولا تمام؟ يعني يمكن دي جديده شويه، دي حقيقة. لكن هو اكيد بيثق فيه، يمكن هو خد معاه بطوله افريقيا فاكيد عارفه كويس، وانا شايف ان هو برضو لعيب كويس جدا يعني انا شايف ان هو من السيرد باكات او المدافعين كويسه جدا وفارق مع النادي لحد دلوقتي، لكن غير ان هو مدافع كويس بيحرز اهداف، ودي برضو بتساعد شويه مع سعد طبعا مع نجيب، فانا شايف برضو انه يديله الثقه في وقت وفي ظروف وماتش صعب جدا زي ده انك لازم تكسب، ما كانش عندك حل غير المكسب الماتش ده، انت تجيبه يمكن جاي قبل الماتش بفتره بسيطه جدا، فدي ثقه، وانه الثقه دي واللعيب يبقى بالشكل ده فاكيد ده برضو ان ده مدرب عينيه كويسه، مش هيعمل كده الا اذا كان مدرب عينيه كويسه جدا. فانا شايف ان هو طبعا زي ما انت قلت في البدايه ما ينفعش نحكم عليه من دلوقتي، لكن انا شايف برضو نتائجه كويسه، يعني لو تتكلم عن النتائج انا شايف النتائج كويسه، او الاداء محتاجين اداء يتظبط شويه لكن النتائج كويسه جدا، وخصوصا انت عارف هو برده جاي بعد مرحله صعبه قوي، اي حد بيجي النادي الاهلي الامور بتبقى صعبه جدا بالنسبه له في البدايه، خصوصا انه جاي
بعد بطولات او جاي على النادي ما فيش حل هدف واحد غير البطوله غير البطوله الجمهور ما بيسيبش الجمهور ما بيسيبش لازم المركز الاول على طول بقى مشروع يمكن زي ما قلت لك احنا لما كنا بنتعادل الماتش كنا بنخرج من البيت بالظبط فده هو ده النادي الاهلي لكن ان شاء الله يبقى موفق باذن الله ومعاه جهاز محترم كابتن يوسف اكيد بيساعد بشكل كويس جدا عارف الفرقه كويس وعارف اللعيبه كلها كابتن محمد يوسف مع كابتن سامي فان شاء الله ان شاء الله يبقى الفتره الجايه الاداء مع النتائج ان شاء الله باذن الله اكيد ان شاء الله يعني ارجع لك انت بقى يعني انت قلت لي خلاص انا بطلت كوره وانا زعلان انت بطلت كوره وانت عندك 34 سنه لسه صغير جدا على الكلام ده انا شخصيا وتجربه مريت بيها شخصيا انا عن نفسي ما بامنش بحد يقول لي يا انت سنك كبير انا طول ما انا عايز بعمل طالما قادر فانت خلاص انت اخترت وقررت وقلت لك قرار نهائي قلت لي قرار نهائي اتمنى لك كل التوفيق في فتره حياتك اللي جايه ان شاء الله قلت لي كمان انا بدات اتجه للاداره والاكاديميات وان انا اطلع لعيبه واشوف لعيبه وبالفعل وديت لعيبه نادي الاسماعيلي تمام الاسماعيلي قلت لي فيه اتنين لعيبه مفاجاه للنادي الاهلي طبعا هيبقوا هديه والانبي كمان كابتن امام كابتن امام كابتن امام اول ما يشوف لعيبه يقول لك كابتن كابتن امام كابتن امام حبيبي من الناس المحترمه جدا اكتشف اللاعبين ده يمكن انا ابلغه سلامي من هنا يمكن هو كان يبقى زعلان مني شويه لانه اكتر من مره كان هو تعرف انت عارف هو طبعا هو يعتبر نادي انبي كابتن امام يعني هو اكتر من مره في تواجدي وانا في اسيوط كان لي اكتر من مره وقعدت معاه لكن طبعا كان بيجي النادي الاهلي فما كنتش بقدر اقاوم يعني زي ما طالما الكابتن امام قعد يتكلم معاك يا صديق ومانو الجزيري خدك اعرف ان انت فعلا حاجه جميله جدا وبرده والمصادفه برده ان برده وانا في الاسماعيلي برده كلمني الكابتن امام ونفس الكلام برده واتفقت معاه فبعتذر له لان محدش بيجي محدش يقدر يقول النادي الاهلي لا طبعا اكيد لكن هو من الناس اخ كبير بالنسبه لي يعني اكيد هو امام محمدين انا دايما بتكلم عليه حاجه يا جماعه فعلا حاجه فعلا يعني هو مش واخد حقه خالص 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 في مصر لان ده راجل يشوف اللعيب في ثانيه كده يقول لك ده يبقى لعيب كبير جدا او لعيب عادي او لا ابعده عن الكوره فحاجه اتمنى ان هو ياخد حقه اكبر من كده بكتير وطبعا في نادي انبي ونادي انبي نادي كبير جدا لكن هو كابتن امام اعتقد ان مكانته اكبر من كده بكتير قوي كمان طبعا. ما فكرتش ليه في الاتجاه الاعلامي ان انت تبقى محلل كوره انت بتتكلم في الكوره كويس قوي لعبت عندك خبرات ان شاء الله تيجي دي خطوه طبعا موجوده بالنسبه لي في حساباتي طبعا دي خطوه بس انا ما بحبش بحب اعمل كل حاجه وانا دارسها كويس لكن دي خطوه موجوده بالنسبه لي فكر فيها بشكل كويس يمكن في اكتر من حد كلمني برده لكن الظروف ما كانتش تبقى سامحه لكن ان شاء الله الفتره الجايه هركز في كده لكن انا برده ان شاء الله مسافر قريب جدا باذن الله برده الامارات ان شاء الله برده في حاجه كويسه باذن الله ان شاء الله برده الفرع بتاع النادي الاهلي في الامارات ان شاء الله مسافر كده يبقى ليا دور برده فيه ودي برده انا شايف انها اي حاجه مع النادي الاهلي فهي خطوه كويسه اكيد اي حاجه فيها اسم النادي الاهلي فدي بدايه كويسه بدايه كويسه بالنسبه لي احنا كلنا بنفتخر ان احنا مشينا جنب سور النادي الاهلي طبعا لكن الحمد لله احنا مش ناس بس احنا مشينا ولعبنا ولينا دور الحمد لله تاريخ وده يعني واحد دي يعني في حاجه كويسه في حياته كلها يبقى في النهايه انه لعب في النادي الاهلي وكان ليه دور في اي بطوله في النادي الاهلي اكيد بس. لو عايز تشكر حد كان ليه دور مؤثر جدا في حياتك في كتير بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى في كتير جدا يعني طبعا مش عايز انسى حد لكن في كتير يعني لكن انا حتى في بداياتي في الكوره بالذات انا يمكن قلت الكابتن عصام خير الله وده بصراحه لانه ليه فضل كبير جدا بشكر الكابتن جمال خفاجه انا بحاول اتكلم في البدايه لان انت بعد كده اكيد في مراحل ثانيه لكن دي الاساسيات يمكن بشكر الكابتن جمال خفاجه جدا ده برده كمدرب نادي محافظه الفيوم ده اللي اداني الثقه يمكن كان بيلعبني درجه اولى وانا 16 سنه او 17 سنه بشكره جدا بشكر كابتن محمد عبد العظيم حاول اشكر كابتن احمد عبد الله كل الناس اللي ساعدتك وانت صغير لان هي البدايه اهم شيء يعني البدايه وانت صغير دي بتبقى اهم شيء لكن طبعا الواحد الحمد لله عدى على مدربين كبار جدا كابتن فتحي مبروك كان ليه دور كبير معايا في الناشئين كابتن ضياء السيد فالواحد مش كابتن علاء ميهوب من الشخصيات اللي بحبها جدا يعني انت يمكن برضه اتعاملت معاه وعاشرته في النادي انا من الناس اللي بحبها جدا وزعلان منه عشان بكلمه كتير ما بيردش عليا هو زعلان مننا اساسا انا لا انا زعلان منه ما بيردش عليا وبشكر كابتن سيد حفيظ هو هو تنك اصلا يعني لا 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 مقدرش نقول كده هو مش هيسيبني بعد البرنامج بشكر طبعا كابتن سيد حفيظ جدا انا على المستوى الشخصي بحبه جدا اكيد سيد انا حتى طبعا. كان مثلي الاعلى هو وانا بلعب في مكاني كان مثلي الاعلى بالنسبه لي يمكن حتى جميلة. يمكن هو برضه انا فاكر انه حتى ماتش اعتزال ادانا انا التيشيرت بتاعه وده برضه كان شرف كبير جدا بالنسبه لي ويعني هو بيساعدني في كل حاجه حتى دلوقتي يمكن هو برضه من الاشخاص اللي بتساعدني في الفتره الحاليه يعني حد جميل جدا بكن له كل احترام وتقدير يعني كابتن سيد نورتني وشرفتني يعني وبشكرك انت كمان طبعا وان شاء الله يعني انت تكرر التواجد في بيتك قناه النادي الاهلي وان شاء الله نعمل حلقه اكبر من كده يكون عندنا متسع من الوقت طبعا نورت وشرفت واكيد كل جماهير النادي الاهلي مبسوطه ان هي شافت النجم المحبوب احمد صديق النجم المؤدب المهذب اللي عمره ما عمل مشكله في حياته الحمد لله يمكن انا بشكرك وبشكر جمهور النادي الاهلي لاني انا
من اكتر الحاجات اللي تساعدني وانا ماشي في الشارع حتى لحد دلوقتي. يمكن انا في ناس كتيره جدا ممكن تكون لعبت اكتر مني في النادي، لكن انا اللي بشوفه من الناس او من الجمهور في الشارع الحمد لله ده يعني بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتسعدني. لحد دلوقتي بشوف ناس كتير جدا بفضل الله يعني كلمني كويس جدا وتقابلني استقبال اكتر مما انا اتصور يعني، فبشكرهم وبشكر النادي الاهلي، وده هو ده جمهور النادي الاهلي. اكيد الاهلاويه دايما مع الشخصيات المحترمه. الله يخليك. شكرا حبيبي احمد. شكرا جدا. شكرا حبيبي. شكرا. دي كانت اولى فقراتنا مع النجم المحترم الكابتن احمد صديق نجم الاهلي ومنتخب مصر. نطلع فاصل عشان تستقبله مع حضراتكم هيكون الاستاذ شريف وادي المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي مع النجم محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استنوهم بعد الفاصل. شرفتوني ونورتوني وشكرا جدا لحضراتكم.